من اكتر الحاجات اللي عامله قلبان السنه دي مشكله مطربين المهرجانات والراب والحاجات دي مع النقابه، وكتير بقى من الناس بتخش بتقول اراء ويقول لك لا ده نوع من الفن الناس بتتفرج عليه، ما احنا في افراحنا، ما احنا واحنا في البيت بنشغل الاغاني دي، والعكس الناحيه الثانيه النقابه شايفه ان ده طبعا ممكن يكون بيبوظ الذوق العام. انت فين من الحسبه دي رايك كشذا؟ بصي انا بحب طبعا استاذه هنيه شاكر جدا طبعاً. جدا جدا، وانا كنت صاحبه دينا الله يرحمها، ويعني انا بيني وبينه علاقه شخصيه اكتر من مهنيه يعني. بس هي فكره ان احنا ماشيين ورا الناس بعصايه دي مش عجباني قوي يعني. هو عنده حق طبعا طبعا، هو في ناس ما ينفعش تبقى مطربين اصلا، بس ممكن نخلق لهم، او سوري في اللفظ بلاش نخلق لهم عشان ما يصحش اقول كده، او نوجد لهم شعبه في النقابه يتصرفوا تحت مونولوجيست، تحت وتذر بقى اي حاجه نشوف ايه المناسب ويبقوا موجودين، لان ليهم ناس بيحبوهم. ما اصل فكره ان احنا نحجر على راي حد دي مش حلوه. هم طبعا بيقولوا كلام مقرف يعني، ما اقدرش اقول ان هم بيقولوا كلام حلو، انا ما بفهمش بيقولوا ايه طول الوقت، وطريقتهم حتى في الغنى سخيفه يعني عارفه يعني، بيقعدوا يتخنوا حروف غريبه وتحس ان هم داخلين بالدراع. بس احنا بدل ما نوقفهم ممكن نعمل لهم شعبه كده بتاعتهم، مش شرط تكون طرب يعني. عايزه اقول لك ان الرقص الشرقي تبع نقابه الموسيقيين يعني، انا مش عارفه المعلومه دي ولا لا. الرقص الشرقي انا عرفت المعلومه دي من سنتين ثلاثه يعني، هي تبع نقابه المهن الموسيقيه، مش معناها انها المطربه والراقصه، بس هي بتتصنف. فممكن نعمل لهم تصنيف، بس هو طبعا انا معاه في رايه، بس مش معاه في ان احنا نقعد نمنع. اصل هنمنع ايه ولا ايه ولا ايه الموضوع؟ شايفه يتعمل حل وسط يعني في المسمى بدل ما يتم منع الموضوع. لان مهما منعنا حتى لو المنع صح مش هنقدر نمنع، يوتيوب دلوقتي ناس بتسمع كل هي دي، وهيبين ان هو متضايق منهم، وده طبعا مش صحيح. لان انا طبعا برفض الكلام اللي اتقال الفتره الاخيره ان هاني شاكر اصله نفس يعني، طلع حد قال كده، ما ينفعش تقال كده خالص، لان هاني شاكر تاريخ، هاني شاكر فنان محترم. ما ينفعش نقول على الفنانين، احنا المحترمين والمهمين قليلين على فكره، مش كتير يعني. الصوت اللي بجد تقفي وتنحني له سواء بتختلفي معاه او بتتفقي شخصيا مش كتير. فهاني شاكر واحد من المميزين والمهمين اللي بيشرفونا بره مصر، ما ينفعش يتقال عليه كده، ما ينفعش يتقال عليه بنفس من كزبره ومش عارفه مين وحنجره واحد. سمعت الموضوع ده كنت في لبنان اصلا قعدت اضحك، ومفروض ان واحد قيمه بيقول كده عليه، فما يصحش يعني. طب قولي لي بقى، اكيد في وسط الاغاني اللي طلعت الغريبه دي كلها في اغنيه عجبتك دندنت معاكي؟ بحب بتاعت ويجز، بس مش بفهم قوي الكلام، بس بحبها يعني. هو عشان برضو ما يزعلوش مني زي ما زعلوا من رامي صبري. انا اصلا انا بحب، انا ثقافتي الكلمه اكتر، ان الكلمه تبقى تقيلة ومدروسة ومفهومة. بس أنا قصة نروس كلام على اللحن حلو، أنا مش مدرسة دي قوي، بس حبيت جدا الأغنية بتاعت كيفي كده كيفي كده ولا أقوله، دي بحبها قوي فعلا، أغنية جميلة قوي. وعايز أقولك إن كتير من الناس هزروا مع ويجز ونزلوا كلمات فعلا، لا هو لذيذ، هو فعلا بياخد الموضوع. أيوة طلعت لقيته مرة، شفته هو طالع بيقول على يا جماعة أنا الوحيد اللي خدت بالي منه إنه صح 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 والله ما قصرت.